بنكمل مع بعض الأسئلة، خلصنا في أول جزء أول 10 أسئلة، بنكمل مع بعض الأسئلة ووصلنا لسؤال كويستشن 11، السؤال 11 جاي فيه بقى، جايب لك كده ديسكتوب ماشي، وبيقول لك أكسس ذا دايلوج بوكس، أوصل للمربع الحواري ذات وود انيبل يو، اللي هيمكنك او هيخليك تو ان انستول. لو انت لاحظت السؤال رقم 10 هو بس كان هناك بيقول لك انستول نيو سوفت وير، هنا بيقول لك ان انستول اكزيستنج سوفت وير، يعني هتشيل برنامج موجود على ايه؟ على السيستم بتاعك. نفس يا جماعه الخطوات اهو، بتروح لقائمه الستارت وتختار الكنترول بانل، وبتختار من الكنترول بانل الاوبشن اللي اسمه اد اور ريموف بروجرامز، أو بتفتحها كده على طول، هي دي إجابة إيه السؤال. تمام يا جماعة؟ طيب بعد كده يبقى من الأكد تاني، يبقى سواء قال لك انستول نيو سوفت وير أو أن انستول اكزيستنج سوفت وير، بتروح ستارت كنترول بانل أد أور ريموف بروجرامز. طيب السؤال الـ 12 جايب لنا برضه ديسكتوب ماشي، وبيقول لك يوز اندكس تاب اوف ذا ويندوز هيلب، استخدم التاب اللي اسمها اندكس في الهيلب بتاع ويندوز تو فايند هيلب، عشان تعمل هيلب او مساعده على اوديو فايلز، وكليك ديسبلاي باتون وين يو هاف فيش، اضغط على ديسبلاي باتون لما تخلص. بص كده اهو، بتعمل كالاتي، انت اهو على ديسكتوب ستارت، بتختار الامر هيلب اند سبورت مش كده، بيحمل معاك اهو، واحد بقى يستعجل وجنب سيرش كده كاتب اوديو فايلز، ويقول له ايه ابحث. طبعا غلط، لان هو قال لك يوز اندكس تاب، استخدم التاب اللي اسمها اندكس، فانت بتروح كده من فوق اهي اندكس اهي، كليك عليها، بتكتب فين بقى يا ريس، هنا ولا هنا؟ لا هنا، تكتب هنا كده الكلمه اللي هو قال لك عليها اوديو فايلز ماشي، وتقول له ديسبلاي كده. ايه السؤال خلص، واحد يكتب لك ووش ديسبلاي، طب هيعرض ايه؟ طيب او تبحث على ايه؟ لازم تقول له اعرض البحث اللي او نتيجه البحث اللي انت ايه قايله عليه. خلاص يبقى تاني يا جماعه السؤال ده تاني كده، بتعمل ايه؟ بتفتح قائمه ستارت وتروح على هيلب اند سبورت ماشي، وتختار من هيلب اند سبورت، بتختار اندكس من فوق، تكتب الكلمة اللي هو قال لك عليها، وتقول له ايه ديسبلاي اعرض كده. السؤال خلص. طيب بعد كده السؤال اللي بعد كده، السؤال رقم 13 جايب لك برضه ديسكتوب، وتقريبا جايب لك نفس صيغة السؤال اللي فات، بس بيقول لك يوز اندكس تاب اوف ذا ويندوز هيلب سيستم تو فايند هيلب اون 24 اور كلوك، نفس يا جماعة السؤال اللي فات، بس خد بالك بقى، حاول يا ريت تكتب الكلمة اللي هو مراد البحث عنها زي بالنص زي ما ايه مديها لك، يعني كتب لك نقطه ما تنساهاش، اعمل لك داش او شرطه ما تنساهاش، حاجات دي اصلا كتب لك كابيتال ليترز حروف كبيره، اكتبها نفس الايه نفس الحروف بس. طيب بعد كده السؤال مكرر للمره الثالثه اهو، بيديك يقول لك برضه استخدم اندكس تاب عشان تعمل هيلب على 32 بت بي سي كارد، نفس الكلام يا جماعه، ستارت هيلب اند سبورت، وبتدوس على الاندكس من فوق، وتكتب الجمله اللي هو قالك عليها بالظبط زي ما هو ايه كاتبها، وتقول له في الاخر ايه ديسبلاي، اوعى تنسى ديسبلاي يعني اعرض. السؤال اللي بعد كده انتقل لجزئيه جديده من الويندوز، وفتح لك ابلكيشن كده اللي هو الوورد باد ماشي، وفتح لك ملف موجود كده او مكتوب، وبيقول لك كلوز ذا وورد باد ابلكيشن، اقفل الابلكيشن. طبعا سهل جدا، بتروح على الاكس دي ماشي، وتعمل على ايه كليك. خلاص يا جماعه السؤال طبعا غايه في السهوله. بعد كده السؤال 16 برضه فتح لك وورد باد، وبيقول لك كرييت ا نيو فايل، افتح او انشئ ملف جديد. بص كده هنفتح اول وورد باد، بتفتح ستارت والبروجرامز اكسسوارز وورد باد خالص. طبعا قال لك من شويه اقفل الابلكيشن او كلوز الابلكيشن، منه اهو، بص انشئ ملف جديد او كريت نيو فايل. بص بقى، اما انك تروح على صفحه بيضه ديت وتيجي عليها، وبيديك دايلوج بوكس بيقول لك نيو دوكمنت تايب، بتختار ريتش تكست دوكمنت وتقول له اوكي، اذا فتح ايه ملف جديد، او انك تقول له فايل وتختار الامر نيو،
هيجي له برضه نفس الحوار، اختار اول واحده وتقول له ايه اوكي. هو ده يا جماعه ايه طريقه عمل كرييت لنيو فايل او ملف ايه جديد. طيب بعد كده رقم 17 برضه نفس الكلام، جاب لك وورد باد ويقول لك اوبن ذا فايل، افتح الملف اللي اسمه introduction دوت دوك which was recently opened in WordPad. خلي بالك قوي من الجزء ده يا جماعه، هو بيقول لك افتح ملف اللي اسمه introduction، ماله بقى اللي was recently opened اللي فتح حديثا او مؤخرا باستخدام الووردباد. الجمله دي عرفتك انك انت لسه فاتح الملف من شويه، فطبعا لسه فاتحه يا جماعه من شويه هتلاقيه في قائمه ايه فايل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اول ما تعمل فايل كده ماشي وتبص لاخر لاخر ملفات اللي فاتحها هتلاقيه هنا في المنطقه ديت. طبعا عشان لسه فاتحه من شويه ومش فاتح ملفات جديده فمفيش حاجه موجوده، لكن لو طالما انت فاتح ملفات من شويه هتلاقي ملف اسمه introduction او اللي هو قال لك عليه هتلاقيه موجود هنا، فبتيجي عليه تعمل كليك خلاص. ماشي يا جماعه، خد بالك قوي من الجزئيه الثانيه دي اللي هو بيقول لك فتح مؤخرا في الوورد باد. طالما فتح مؤخرا في الوورد باد بتيجي من قائمه فايل هتلاقيه ايه موجود في ايه في اخرها. طيب السؤال اللي بعد كده سؤال 18 مديك برضو الوورد باد اهو خلاص، وبيقول لك change the print settings، غير اعدادات الطباعه، غير اعدادات الطباعه so that the last page prints first، عشان الصفحه الاخيره تطبع الاول. عايز يخلي تمام يا جماعه، فركز قوي في السؤال، بيقول لك عايز اخر صفحه اللي هي لاست بيج برنتس فيرست يعني تنطبع الاول. بص كده ادي نفتح تاني اهو الوورد باد بروجرامز اكسسوارز وبعدين وورد باد. بص بقى بتيجي على قائمه كده على قائمه فايل وتقول له ايه وتقول له برنت اللي هو امر طباعه يعني ماشي. هنا مفيش طبعه موجوده فهنحاول نضيف كده اي طبعه بحيث نطبق امر ايه الطباعه. ده كده ايه اللي شغال، ده الويزرد بتاع ايه اضافه طبعه. بيعمل سيرشنج على البرينتر وطبعا مفيش طبعه اصلا موجوده فبيقول له نكست، بتطبق كده اي طبعه وهميه. بحيث نرى بس هل ايه السؤال. يا جماعه قبل اهو استطبنا اي طبعه كده وليكن دي مثلا عندها طبعه اهي. عايزين بقى ايه السؤال لو احنا فاكرين، عايز يطبع اخر صفحه او الصفحات الاخيره هي الطب الاول. احنا جينا وعملنا ايه تاني كده، رحنا على قائمه فايل وقلنا له برنت اطبع ماشي. بص بقى بتروح على تاب كده دي اسمها بريفرنسز تفضيلات، تروح عليها وبتروح على حاجه اسمها بيج اوردر ترتيب الصفحات فرونت تو باك، يبقى هيطبع من الاول للاخر من المقدمه للنهايه يعني من 1 2 3 4 وانت ماشي. لكن لما تقول له بقى باك تو فرونت من الخلف للامام هو ده اللي هو عايزه، يطبع من الاخر اللي هم 10 صفحات يطبع صفحه 10 ثم 9 ثم 8 وهكذا وتقول له اوكي تقول له ابلاش. اوكي يا جماعه كده كده بعد كده طبعا ما تطبع تطبع ايه الصفحات الاخيره فيرست او اولا. طيب السؤال اللي بعد كده اللي هو السؤال 19 فتح لنا برضو الوورد باد ماشي وبيقول لنا change your printer setting change your printer setting so that لكي output goes الناتج مطبوع يعني goes to the production printer. يعني معنى السؤال ده عايز يغير يا جماعه الطبعه، يعني هو مثلا عنده كذا طبعه موجوده على الجهاز فعايز يخلي الورق اللي يخرج من طبعه ثانيه. اهو يا جماعه نفس الكلام كده، بروح على فايل برنت ماشي بتشوف هو قايل لك طبعه اسمها ايه ماشي وتختارها. يعني قدر مثلا الواحده في طبعه ثانيه ثالثه رابعه، بتشوف هو قايل لك على اسمها ايه وتختارها كده وتقول له ابلاي بس كده او برنت. ماشي يا جماعه. طيب بعد كده اهو زي الشكل بالظبط او تقول له فايل برنت بيجي لك كذا طبعه، منها الطبعه اللي اقول لك عليها اللي هي اسمها برودكشن بتيجي كده تعلم عليها وتقول له برنت
يبقى هي هيطلع منها ايه؟ الورق او الاوتبوت. بعد كده السؤال رقم 20 برضو شغالين في وورد باد، بيقول لك ايه السؤال بقى؟ بيقول لك سيف ذيس فايل، احفظ هذا الملف المفتوح دلوقتي اللي هو اسمه ماي فيرست دوكمنت دوت ار تي اف اونتو 3 اند هاف فلوبي اي درايف، احفظه على الفلوبي. ماشي؟ طب كويس قوي. يعني دلوقتي انا اهو الوورد باد شغال اهو، بيقول لك احفظ الملف ده على الفلوبي. ماشي؟ وقال لك ما تغيرش الاسم، فخلاص اعتبر الاسم هو هيفضل زي ما هو، فهقول له فايل. في واحد يسلك يقول لك ايه فايل سيف؟ سيف ايه يا ريس؟ هيحفظه على فين؟ هيحفظه على فين؟ هو حدد لك اللوكيشن او المكان، قال لك احفظه على سي اند هاف فلوبي، فانت تقول له فايل سيف اس، هو هتنسى دي، فايل سيف اس. وبتطلع من فوق كده في حاجه عندك اسمها سيف ان، احفظه فين؟ افتح دي كده يا ريس، واختار ايه؟ واختار الفلوبي. ماشي؟ بعد ما تختار الفلوبي قول له ايه؟ قول له سيف. طبعا بيقول لي مفيش مفيش فلوبي طبعا، اكيد طبعا. ماشي يا جماعه؟ طبعا لكن في الامتحان هيشتغل معاك عادي. في الامتحان مش في الامتحان لما تيجي تقول له سيف هيحفظ عادي ومفيش اي مشاكل. اتفقنا يا جماعه؟ بس انا بعرفك ايه النظام ازاي. يبقى هتختار فايل سيف از، وتختار من سيف ان الفلوبي، وتقول له ايه سيف يعني احفظ. السؤال اللي بعد كده رقم 21 برضه مدينا وورد باد، ماشي؟ وبيقول لنا ايه بقى؟ برنت وان كوبي اوف ذيس فايل، اطبع نسخه واحده من الفايل ده. تعال نشوف كده اهو الوورد باد يا جماعه، اهو عايز تطبع نسخه واحده، بتروح على فايل قائمة فايل وتقول له برنت. أعرف بقى مين إن وصل نسخة واحدة أو اتنين أو تلاتة. في كده حاجة اسمها نمبر أوف كابلز، يعني عدد النسخ. لو دي واحد وقلت له برنت هيطبع نسخة واحدة. خلاص؟ لو قلت له خمسة هيطبع خمس نسخ. لو قلت له 10 هيطبع 10 نسخ وهكذا. لكن لو هو قال لك طالما قال لك وان كوبي يبقى تلاقي واحدة كده جاهزة وتقول له إيه؟ برنت يعني إيه؟ اطبع. ماشي يا جماعة؟ السؤال اللي بعد كده السؤال رقم 22 جايب لك برضه وورد باد، وبعدين ما تلخبطش في الامتحان بقى، جاب لك وورد باد، جاب لك مايكروسوفت وورد، هتلاقي نفس الاسئله ونفس الشكل، وانت ما تتلخبطش. يعني تقول انا مذاكرها وورد باد، جات لي وورد، لا يا عم ده العمليه باظت. لا هي هي. هنا سؤال سهل جدا، فتح لك كده الوورد باد اهو، ماشي؟ وبيقول لك كليك اون وورد بادز سكرول بار، سكرول بار. ايه يا جماعه سكرول بارز دي؟ سكرول بار يا جماعه دي عباره عن اشرطه التمرير. يعني ايه اشرطه التمرير؟ شايف اللي على اليمين ده؟ بيبقى هما اتنين، واحد فيرتيكال واحد هوريزنتال، واحد راسي واحد افقي. ليه؟ عشان تعرف تقرا، تعرف تطلع وتنزل، تعرف تقرا لفوق وتقرا لتحت. اهو ده اسمه اشرطه ايه؟ تمرير. فهو انا عايزك تعمل كليك على اشرطه التمرير، بتيجي على اشرطه التمرير كده وتعمل كليك بس. واحد يقول لك هي دي الإجابة؟ أه يا عم والله هي دي الإجابة. بعد كده السؤال رقم 23 ساب هو بقى وورد باد، رجع تاني لسطح المكتب، بيقول لك which of these icons is an application، أي من هذه الأيقونات أبلكيشن، تطبيق. واحد يجري يقول لك إيه؟ أه يا عم الوورد أبلكيشن. بس خد بالك ده مش برنامج الوورد، ده ملف وورد. يعني ده ملف وورد، وده ملف باوربوينت، ده ملف اكسل، ده ملف اكس داتابيس، دي كلها عباره عن ملفات. واحد يجي يقول لك الجيمز يا عم هو ده الابلكيشن، لا الجيمز والاكونتس دي فولدرات. واحد يقول لك اللايسن ده شورت كات. يا جماعه الابلكيشن بس هي الوحيد هو الانترنت اكسبلور. الانترنت يا جماعه اكسبلور هو ده التطبيق الوحيد اللي بيوصلك لفين؟ للانترنت. لكن الباقي ده كله عباره عن ملفات وفولدرات وشورت كات. طبعا واحد اوعى تيجي ناحيه دول، الايكونز الرئيسيه بتاعت ايه؟ بتاعت الجهاز. بعد كده السؤال رقم 24 جايب لك برضو ديسكتوب، ماشي؟ وبيقول لك ايه بقى؟ وبيقول لك which of these icons، اي من هذه الايقونات اللي موجوده على سطح المكتب، is a shortcut، اختصار to an application، اختصار للتطبيق. click on the appropriate icon، وبيقول لك اعمل كليك عليها to indicate your answer عشان توضح اجابتك. بيقول لك بص لدول كده، وانهي من دول شورت كات فور ان ابلكيشن. نعرف يا جماعه مين الشورت كات؟ الشورت كات مميزه بالسهم ده يا جماعه، شايف السهم ده كده؟
تلاقي سهم عامل كده، هو ده ده الشكل بتاعها، سواء بقى وينزايب سواء وورد سواء اكسل، اهم حاجه السهم فيها دوت ده بيوضح ان ايه شورت كات اختصار. اختصار الابلكيشن ايه اللي هو بتاع وينزايب اللي هو برنامج ايه الضغط. بعد كده السؤال رقم 25، ارسم لك كده مربع ابيض كده او اطار ابيض وبيقول لك ايه كليك اند دراج. كليك اند دراج يعني اعمل كليك واسحب ذا ماي دوكيومنتس، الايكون اللي اسمها ماي دوكيومنتس ايكون انتو ذا وايت فريم في هذا الفريم او هذا الاطار. طبعا سهل جدا سهل جدا، يعني تخيل كده في اطار هنا ابيض انت عايز تسحب ايكون هناك، بتسحب كده ماي دوكيومنتس وتحطها كده، بس هي دي الاجابه يا جماعه اسمها كليك اند ايه اند دراج.